لدى استقبال سموه لرئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى البحرين تشكل أولوية في جهود الحكومة، وأن العمل يجري بصورة مستمرة على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي توفر مقومات العيش الكريم لكل المواطنين. ونوه سموه إلى أن الحكومة حريصة على توطيد جسور التعاون مع المجالس البلدية وتقويتها بما يعزز من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين في مختلف المجالات. وقال سموه: إننا جميعا نعمل من أجل هدف واحد هو البحرين وشعبها، ونسعى لتحقيق ما نرجوه لوطننا من تقدم وازدهار، وعلينا أن نزيد من وتيرة التعاون الذي يسرع من جهودنا لتحقيق المزيد والمزيد من المكتسبات الوطنية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق السيد غازي المرباطي وأعضاء المجلس، حيث استمع سموه منهم إلى شرح عن أبرز احتياجات محافظة المحرق وما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية. وخلال اللقاء أشاد سموه بالجهود التي يقوم بها مجلس بلدي المحرق في متابعة احتياجات أهالي المحرق واقتراح الحلول والمبادرات التي تسهم في تذليلها في إطار الجهود المتواصلة للتطوير الحضري في المحرق. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني ستشهد مزيدا من الجهود لتنفيذ ما يجري العمل عليه من مشروعات صحية وتعليمية وإسكانية وخدمية في مختلف المحافظات، فراحة المواطن ورضاه هي الغاية الأولى التي تعمل الحكومة من أجلها. ونوه سموه إلى أن محافظة المحرق العريقة لما لها من مكانة وقيمة تاريخية كبيرة تحظى باهتمام واسع، وأن الحكومة حريصة على الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والتطويرية التي يتم العمل فيها حاليا بما يلبي تطلعات أهالي المحرق ويضمن لهم جودة الخدمات. وقال سموه: إن أبوابنا مفتوحة لكم على الدوام، ويسعدنا أن نلتقي بكم ونستمع إليكم، فالتعاون حجر أساس لنجاح أي منظومة عمل، وأننا نقدر لكم جهودكم المخلصة في سبيل تنمية المحرق وتطويرها على المستويات كافة. وأكد سموه أنه حريص على متابعة مدى التقدم في تنفيذ المشروعات التنموية في محافظة المحرق وبقية المحافظات، وأن جميع التوجيهات للمسؤولين تنصب على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفقا لأعلى مستويات الجودة والإتقان. وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعضاء مجلس بلدي المحرق على الاستمرار في تقديم المبادرات والمقترحات التي ترتقي بالجوانب الخدمية والمعيشية لأهالي محافظة المحرق. وأكد سموه أن كل ما سيطرحونه من موضوعات سيجد من الحكومة كل الرعاية والاهتمام. من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على اهتمام سموه المتواصل بالمواطنين في مختلف مناطق البحرين، ولا سيما في محافظة المحرق التي يكن لها سموه كل المحبة والتقدير. وأكدوا أن سموه كعادته دائما استمع لهم اليوم بكل الترحاب والإنصات الذي يؤكد مدى اهتمام سموه بأبنائه المواطنين في كل المحافظات. وقالوا إن سموه كان حريصا على التأكيد لهم بأن ملاحظاتهم ستحظى بكل الاهتمام من قبل الحكومة وأجهزتها المختلفة، وأنهم سيجدون منه شخصيا ومن الوزراء والمسؤولين كل التعاون الذي يسهم في تحقيق تطلعات أهالي المحرق. طبعا اليوم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه، وكان حقيقة لقاء ودي ومثمر، وتناول اللقاء العديد من الأمور التي تهم حقيقة محافظة المحرق وتعنى بالخدمات البلدية. طبعا وجهنا طبعا لصاحب السمو حفظ الله ورعاه طبعا دعوة لزيارة محافظة المحرق في بلدية المحرق، ونأمل أن تحظى هذه الدعوة بقبول صاحب السمو رئيس الوزراء الله يحفظه. وأيضا كان هناك طبعا عرض لبعض المشاريع اللي رايح تحظى بها محافظة المحرق، مثل فتح بعض السواحل وأيضا الحدائق، وكانت هذه جميعها بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الوزراء، كما هو عودنا بأن دائما توجيهات تأتي في
إطار تنمية قطاع الخدمي على مستوى مملكة البحرين، لا سيما في محافظة المحرة.